أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك لتبدأ مغامرتنا هذا اليوم. مرحبا، أنا مونزي وأنا صديقكم. الفوز بنزاهة. تسمي هذا رقصا يا أخرق؟ شد ظهرك أكثر وارفع رأسك. مرحبا، أراك تدربه. أجل، أريد أن يشترك في المسابقة. ليتني أستطيع الرقص مثله. لكنه لا يعرف الرقص. والآن هيا ذهب من أمامي، أريد أن أدرب هذا الأخرق. لم لا توقفون التدريب؟ أتقنتم المعزوفة. لنعزف معزوفة البولكا وننهي التدريب. يا حبيبي، كيف لي أن أتغلب عليه؟ ما الذي جرى لي؟ كنت مندمجاً بالرقص ولم تشعر بأنني وراءك. غريب، حينما بدأت أسمع الألحان لم أستطع منع نفسي من الرقص. هذا سيء، هل سأبدأ بالرقص كلما سمعت لحناً ما؟ سنكتشف هذا. هذا جيد. إذن لن أرقص كلما سمعت لحناً. ثانية. أظنني علمت ما خطبك. بدأ الأمر معك عندما كنت صغيرا، كان لحنك المفضل هو موسيقى البولكا، كنت ترقص عليها طول الوقت وتسعد بسماعها. لا أعلم كيف نسيت أنك كنت تحب البولكا يا سكيب. أجل، تذكرت، مر زمن فنسيت الأمر. صحيح أنك نسيت الأمر، لكن عقلك الباطن لا يزال يذكر أنك تحبها. أجل، وبعدما تذكرت الأمر شعرت بالراحة لأنني لم أجن. لدي فكرة، لما لا تشترك في المنافسة وترقص البولكا؟ لما لا؟ عجبتني الفكرة. هذا رائع، أنا سعيد لأجله. الجنيد سينافسنا على الجائزة وقد تكون من نصيبه، ونحن نريدها لنا. هل نسيت ما الجائزة؟ الجائزة مثلجات. ماذا سنفعل الآن؟ سنفكر في حل. أنا ذاهب. لا تنسى أن تبقي رأسك مرفوعاً. هذا رائع يا سكيب، هيا تابع. دور بوبسي بعد دور الفراشات، وبعده دور سكيب. هذا جيد. لقد اندمجت مع الموسيقى، علي أن أذهب. هي سكيب، انتظر انتظر، أرجوك لا تذهب، أريدك أن ترقص يا سكيب. والآن دور سكيب، سيرقص البولكا. أين هو؟ إن لم يظهر الآن فسنضطر إلى إبعاده من المسابقة. سكيب، ما الذي تفعله هنا؟ هيا حان دورك الآن في المنافسة. والآن يشرفني أن أعلن الفائز الذي سيحصل على هذه المثلجات. إنه البطل، تفضل. انتظروا شباب. على الرغم مما فعله المشاكسان وبسي وبوبسي، وصل سكيب إلى المنافسة وشارك فيها وفاز بالجائزة التي تسلمها بكل فرح. أرجو أن تكون مغامرة اليوم قد أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمشاهدة الحلقات القادمة.